عبر عن أسفه لمغادرة 3 وزراء لمركب الحكومة، وأكد بالمناسبة على شكره لهم على ما قدموه من جهود لخدمة وطنهم وبلدهم طيلة سنوات. وبعدين اعتبر أن الاستقالة شيء عصري وأنه جاءت بفعل عدد من العوامل، اعتبر أن في ذلك تخفيف ورحمة من الله عز وجل لمن غادر الحكومة، وأن هذا ليس نهاية الحياة، بل إن الإنسان مؤهل لأن يخدم بلده ووطنه من أي موقع وفي أي مكان وفي أي زمان. وفي نفس الوقت أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة بخير وعلى خير، وأن أمامها أوراش كبيرة ما تزال تنتظرها من أجل مواصلة جهودها في تحقيق التنمية المنشودة لبلادنا والعمل على إنجاز الإصلاحات المطلوبة.